البعض يتهم السيد أسامة النجيفي بأنه يأخذ دعم من تركيا من أجل إنشاء إقليم الموصل أو سهل نينوى. والله هذه افتراءات يعني وتسخيط سياسي ليس له مبرر. نعم. موضوع الإقليم طرح في السنوات الماضية وهو ضمن إطار الدستور، وطالبنا به لأنه لم نخرج من مطالبة قانونية، ولكن تم رفضه وإبطاله بطريقة غير قانونية من قبل رئيس الوزراء الأسبق. وهذا الموضوع الآن مؤجل، يعني هو موضوع الأقاليم. الوضع العراقي الآن لا يتحمل طرح هكذا مشاريع، الآن أولوية للاستقرار والأمن والتفاهم الداخلي، وهذا يبقى حق دستوري موجود، نص دستوري وقوانين مشرعة، فلا يعاب على أي شخص أنا أو غيري أنه إذا طالب بالأقاليم. أما دعم من تركيا فهذا افتراء حقيقة ليس له مبرر، ونحن نتصرف بكل وضوح ولدينا يعني علاقاتنا واضحة وصريحة مع الجميع. وهذه بعض الافتراءات ساقتها بعض القوى السياسية التي تريد النيل منا.